السلام عليكم، حياكم الله. اليوم ان شاء الله بغطي لكم ميدان او شارع تقسيم باسطنبول. الشارع من اشهر شوارع اسطنبول، ويزوره في اليوم الواحد قرابة 3 مليون شخص، وطوله 3 كيلومتر. كانت انطلاقة الشارع في عهد السلطان عبد المجيد، ويضم العديد من السفرات ومنها الأمريكية والفرنسية والبريطانية واليونانية. يحتوي ميدان أو شارع تقسيم باسطنبول على الكثير من المباني الأثرية ومحلات الملابس ومعارض ومكاتب وسينما. يخترق ميدان تقسيم مترو قديم منذ العهد العثماني في 2016، وبالتحديد في شهر مارس حصل انفجار انتحاري أدى إلى وفاة العديد من جنسيات مختلفة. كنت وياكم في جولة في ميدان أو شارع تقسيم في اسطنبول، وشكرا على المتابعة.